اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد من في الجول، معاكم اسلام احمد واسلام مجدي. النهارده هنتكلم عن مباراه الاهلي والاسماعيلي واللي انتهت بفوز الاهلي في قمه مبكره في بدايه الجوله التاسعه بهدف البديل وليد سليمان. اهلا بيك يا اسلام. اهلا بيك يا سلام. ايه رايك في مباراه النهارده، وشايف اداء الاهلي عامل ازاي مع الغيابات اللي اتعرض ليها سواء من عمرو السوليه او من رمضان صبحي اللي غابوا النهارده بسبب الاصابه؟ بص، يعني هو التأثير الواضح لغيابات الأهلي ظهر في أول ربع ساعة في المباراة. الإسماعيلي تسيد المباراة تقريبا، كان الاستحواذ 54% للإسماعيلي، كان مركز بشكل رهيب على جبهة محمد هاني، والضغط كله رايح ناحية محمد هاني والمساحة اللي بتبقى وراه، خصوصا ان برضو يعني الشيخ مش زي، يعني كنا في لقطات كتير بنشوف ان الشيخ مش بيغطي نفس التغطية بتاعت أجاي مع علي معلول، تمام. فده كان بيفرق اكتر مع الاسماعيلي في هجماته. يمكن برضو اللي ساهم شويه في ضعف الاهلي ان خط الوسط مش مندمج، ما بيلعبوش مع بعض بكثافه لعب السوليه وقفشه مع بعض والطريقه موجوده، فهو تشكيل اضطراري. الفكره كمان ان اجاي وحسين شحات بدلوا مع بعض نوعا ما شويه في دور صانع اللعب، بس ما كانتش الموضوع ظابط مع الاهلي، يعني كانت الضبط كله بيجي من ناحيه قفشه، حركات قفشه وما كانش ناجح فيها بشكل كبير لانه كان بيقدم شبه مجهود مضاعف. وكمان ديانج كان بيقدم فكره ان هو هيبقى بيلعب 4 1 4 1، وبالتالي هو قايم بكل الدور بتاع افساد هجمات الاسماعيلي والوقوف ضد المرتدات سواء بقى في كل حته. هو بصراحه في اول ربع ساعه ما كانش موجود، لكن بعد كده طول المباراه كان ممتاز. تمام. طب انت النهارده احنا بنشوف ديانج بيلعب لاول مره اساسي في الدوري مع الاهلي، بنشوف ان احمد الشيخ خلاص بقى بدأ يكون موجود بشكل اساسي في استغلال لغياب رمضان صبحي في الفتره الاخيره. النهارده كمان رامي ربيعه اتصاب في الدقيقه 65 ونزل مكانه سعد سمير. شايف ان اصابه رامي ربيعه ممكن تطول زي اصاباته اللي فاتت، خصوصا ان دايما رامي معروف ان هو يعني بيتصاب غيابته اكتر من مشاركته مع الاهلي؟ لا، هي الفكره، هي كانت الظروف اضطرت، اصل الاصابه ما فيهاش يعني مش زي المستوى الفني مثلا، فالاصابه بتبقى حاجه اضطراريه. فالفكره ان هو دلوقتي الطبيب الاهلي الاصابه تقريبا في العضله الخلفيه، فالموضوع يعني مش هيطول قوي، بس هيطول اسبوع اسبوعين ثلاثه على حسب قدره جسمه والتعافي. هي بتبقى قدرات اجسام في النهايه، ما بيبقاش حاجه بايده طبعا. تمام. اللي انا شايفه ان تعامل الاهلي هيبقى ازاي مع فكره المدافع اللي غايب، محمود متولي المفروض انه رجع ودخل القائمه بتاعه الماتش ده، المفروض كمان كان في ياسر ابراهيم بس ما بيلعبش، المفروض في سعد سمير اللي نزل وشارك، فهو عنده فكره يعني وفره، لو احتاج عنده شهر يناير قرب، احنا النهارده في اواخر ديسمبر، فهو عنده شهر يناير بيقرب يقدر يجيب مدافع لو عايز يجيب مدافع. لكن المصدر القلق بيبقى في حاجتين، ففي خط الوسط لما الغيابات بتضرب زي كده، والتعويض بتاع قفشه، مين يعوض الغياب بتاع قفشه لو غاب. هي الفكره ان كهربا بقى موجود ويقدر يعوض، لكن كهربا اكيد مش جاي عشان يلعب صانع لعب في الاهلي. تمام. فهل هو هيقدر يعوض بقى لو لا قدر الله، طبعا الاصابات ما حدش يتمنى طبعا الشر للعيب طبعا، لكن الفكره في ان لو ايقاف راحه اي حاجه هيعوض قفشه ازاي. تمام. طيب يمكن النهارده وليد سليمان نزل عمل الفارق، هل الاهلي او بمعنى اصح مروان محسن مش قد هجوم الاهلي في الوقت الحالي؟ يعني انت شفت مروان محسن طول الفتره اللي هو شارك فيها النهارده يعني اداء، وهل ده مثلا يرتقي ان هو يكمل المهاجم الاساسي ويحافظ على مركزه على حساب مثلا وليد ازارو او على حساب حتى اجاييه اللي كان مش مركزه الاساسي مركز المهاجم الصريح؟ هي مشاركه مروان كانت اضطراريه. تمام. اتفق على دي طبعا، لان هو كان بديل في الماتشات اللي فاتت، لكن هي الفكره كمان انه النهارده ما كانش بيقدم دور المطلوب منه في الربط بين الخط الامامي، يعني هو كان تحركاته قليله جدا، تقريبا استلم كرة 7 مرات وباصه 7 تمريرات، يعني دي ارقام في ساعه، احنا بنتكلم ساعه لعب كامله. المفروض ان الاهلي على الاقل في الشوط الاول نسبه استحواذه من بعد اول ربع ساعه كانت بتزيد من 60 ل 66%، فاحنا بنتكلم في رقم كبير، المفروض ان ده يعني يترجم، خصوصا كمان كان في عرضيات بتتعمل. تمام. من اليمين ومن الشمال، ده غير اللي كان المحاولات البناء. هو في لقطه مع احمد الشيخ اللي لعبها بالكعب لورا، طب ماشي، طب انت ليه ما شطتش على الجول بشكل مباشر؟ جاله انفراد واحد ضد واحد مع الحارس ضاع، الحاجات دي كلها هتأثر طبعا بشكل عام، لان هي بتبان انها اخطاء فرديه واخطاء لاعب، لكن في النهايه لو الماتش ده تعالى نحط له سيناريو تاني، لو خلص تعادل او خلص بخساره الاهلي من هجمه مرتده من الاسماعيلي، كانت اللقطات دي هتفرق، فاكيد كل ده بيخضع للتقييم برده من قبل فايلر مع الاهلي، فهو ده دور مروان. هل مروان
هيقدر يقدم الربط او الدور المهاجم الوهمي بتاع جايين، هو كان بينزل نص الملعب وبعدين يطلع تاني مع الهجمه، واحيانا في المرتدات كان هو بيبداها من منطقه جزاء الاهلي. هل مروان بيقدر يقدم الدور ده؟ حقيقي النهارده انا ما شفتش اي حاجه من الحاجات دي. طيب خلينا بقى ننتقل للاسماعيلي. يعني الاسماعيلي في الاداء بدا يتطور مع ادهم السلحدار، الفريق مش في افضل حالاته الفنيه، لكن في نفس الوقت الفريق افضل من بدايه الموسم مع المدرب السرلو. لكن النهارده المدير الفني للاسماعيلي اللي هو مؤقت ادهم السلحدار كان قال ان هو تاخر في التغيير الثاني، ان هو عشان ينزل شيلونجو، ان هو عارف ان امكانيات اللعيبه ما تقدرش تلعب باثنين مهاجمين في نفس الوقت الحالي. الاسماعيلي الاداء متصاعد، قدر يفوز على المقصه، قدر يتعادل يفوز على طنطا على ما اعتقد، فكنت بتتكلم على ان النتائج بقت ماشيه بشكل كويس، الفريق بقى عنده ثقه، وخصوصا والاهم ان الفريق الاسامي اللي بتلعب دلوقتي في الاسماعيلي بتلعب في مراكزها الحقيقيه. يعني قبل كده شفنا امام طارق بيلعب باك شمال في حين ان هو اصلا صانع لعبه او جناح، دي عملت مشاكل كمان، فدي عملت مشاكل. تمام، انت شايف بقى الاسماعيلي هل الفريق بيتطور ولا الفريق لسه قدامه كتير ولازم شهر واحد يبقى فيه تدعيمات؟ هو اللي انا شايفه هو طبعا هيحتاج تدعيمات، بس مش كتير ومش كبيره. بس هي الفكره ان النهارده مثلا الاسماعيلي خسر ليه؟ تعال نراجع الماتش. هو فكره اللعب على المساحات وانا محمد هاني عشان احمد الشيخ بيلعب برده وينجر معاه فما بيقدمش اضافه دفاعيه زياده، فدي كانت فكره ذكيه جدا لان هو يقدر يستغل زياده العداله الاسماعيلي لانه كان بيلعب بثلاث لعيبه مثلا في الحته، يعني بيبعت ثلاث لعيبه في الحته دي تحديدا، تمام، واحيانا اثنين على واحد، فكان خلاص هو بيكسب المساحه اللي وراه على طول. بس اللقطه بتبقى في ايه؟ القرارات الاخيره للعيبه، القرار الاخير اللي كان بيه اللاعب بيتصرف. فكان مثلا بعد ما يكسب المساحه تلاقي اللاعب لوحده لم وبعدين شاط، او ما بيبعتش يعني العرضيه، او قرار ان هو يباصي، او قرار ان هو يزيد في الهجمه زياده، لان انت كسبت مساحه ورا الباب بس محتاج تدخل منطقه الجزاء، محتاج تواجه الشناوي بشكل مباشر. كل ده ما كانش بيتعمل. فدي تعليمات اعتقد يعني كابتن ادهم السلحدار، هو يقال ان الاسماعيلي لسه بفوض مدربين اجانب عشان يجيبهم، فهو مدرب مؤقت، فهو قايم بدوره على اكمل وجه كمدرب مؤقت. يعني النهارده في ظروف ثانيه ولو زي الحاله سيئه زي ما المفروض يعني كان النتيجه ممكن تبقى اكبر من كده، لكن برده في نفس بنفس الفكره الفريق كان متماسك، الفريق كان كويس، هدد مرمى الاهلي في لقطه محمد الشناوي شالها، قلبين دفاع الاهلي مثلا خدوا خطوه غلط فيها، محمد الشناوي شال الراسيه بشكل ممتاز. ففي لقطات في الماتش كانت بتقول ان اسماعيلي بيأدي هو مش بيأدي هجومين بقوه كبيره، بس كان يعني هو المشكله ان الاغلب كان طابع فردي تام على مفيش جمل مفيش، وده راجع ان هو زي ما بنقول مدرب مؤقت كان جاي بيتعامل اكتر مع الجانب النفسي، ما بيتعاملش مع الجانب اللي هو التكتيكي اكتر، وان كان في تكتيك في المباراه طبعا، بس هي الفكره في ان الاسماعيلي اعتمد بشكل رهيب على الجانب الفردي في الثلث الاخير بتاع الاهلي، وده اثر عليه بشكل عام في اللي حصل في المباراه، في نتيجه المباراه طبعا، اللي هو فكره زي ما هو طالع بيقول احنا لعبنا بشكل كويس كابتن ادهم، لكن انا النتيجه تزعل طبعا، هي لكن هو مقتنع وعارف كويس ان التصرفات الفرديه او العامل الفردي اللي كان موجود في معظم هجمات الاسماعيلي بشكل كبير جدا من غير جماعيه كان فرق معاه. وجود كمان الشامي اللي هو المفروض المهاجم الاساسي في الفرقه او المهاجم اللي كان المفروض يبقى جوه صندوق منطقه جزاء الاهلي، لا الشامي كان معظم الوقت موجود في نص الملعب على الاطراف. في نفس الوقت بكيتي كان على الطرف، لكن نادرا لما بتلاقيه ضم العمق، ويوم ما بيبدل مع الشامي ما كانش بيروح مكانه، صح، كانوا بيقفوا جنب بعض. فدي الحاجات اللي كان بيتكلم عليها كابتن ادهم كمان في موضوع امكانيات الفرقه محتاجه شغل اكتر، لان بداوا الموسم مع مدرب تاني خالص، وعملوا جوله تحضيريه مع مدرب تاني، او استعدادات بلاش نقول جوله تحضيريه، استعدادات مع مدرب تاني خالص، وبداوا مع بفكر وبشكل مختلف، ودلوقتي حاجه تانية خالص. فمنطقي ان يكون في الكلام ده، بس اللي مش منطقي ان اللعيبه كانت تركيزها في الهجمه كله ان انا هنهيها لوحدي، فكان خلاص 50% من الكره ضايعه، هو اللي كان بيقضي على هجماته بنفسه. طيب تمام، تعالى نشوف تعليقات الناس على الماتش الاهلي والاسماعيلي واللي انتهى فوز الاهلي بنتيجه 1-0. السيد حموده بيقول الاهلي محتاج مدافع ومروان يشوف نادي تاني. طيب بالحته الجزئيه دي بالذات، الاهلي كان عنده مكانين في صفقات شهر يناير، الاهلي جاب كهربا فكده بقى خلاص في مكان واحد. هل انت شايف ان الاهلي الافضل ليه انه يجيب مدافع، ولا ان كل الكلام اللي رايح ان الاهلي عايز يجيب راس حربة او مهاجم؟ هل الاهلي انا افضل له في شهر يناير يجيب مدافع ولا يجيب مهاجم؟ طب هقول لك على حاجه، هو الدفاع ممكن يبقى منظور، ممكن يبقى سيستم. هو الاهلي فعلا ممكن يكون محتاج مدافع، لان هو دلوقتي زي ما شايفين اصابه رامي ربيعه، وفي قلق شويه من اصابه محمود متولي، وانها ممكن يرجع بس يحصل انتكاسه فيبقى مفيش دفاع، لكن الموضوع ممكن يتعوض، يعني بيعرف يتعامل معاه، ممكن ديانج يتطوع ويلعب قلب دفاع،
ممكن تلعب زي ما انت ما بتلعب كده بسعد وايمن. في متولي طبعا رجع يعني مع طبعا زي ما قلنا ما فيش حد بيتمنى اصاباته، لو دي بتبقى افتراض فرضيه مش حاجه اكتر من كده. لكن انا شايف المركز الاهلي محتاج فيه، طالما هو بينزل ازارو دقيقتين النهارده او 4 دقائق النهارده او 6 دقائق النهارده، تمام. الماتش اللي فات مثلا 10 دقائق، ومروان النهارده 66 دقيقه بس، في 66 دقيقه بص 7 باصات بس وجات له 1-1 وضيعها. تمام. فلا احنا بنتكلم في ان هو اكيد محتاج مهاجم، حتى وان كان اجاي ممتاز في دور المهاجم الوهمي اللي بيلعب فيه او دور مهاجم عموما في كتير من المرات، بس هو مازال محتاج مهاجم طبعا. تمام. طيب في برضو حد مصطفى ايمن بيقول ايه رايك في عوده كريم نيدفيد؟ يمكن برضو كريم نيدفيد كان بره قائمه الاهلي لان كانت اصابته مطوله، انه تقريبا مصاب من اول شهر 3 اللي فات تقريبا، فهل شايف ان كريم نيدفيد برضو هيكون من الاسماء اللي موجوده اللي ممكن الاهلي يقف يعيدها في شهر 1 وتفيده، خصوصا انه ممكن يلعب خط وسط، ممكن يلعب في مركز الجناح او حتى باك يمين، يعني يعتبر هو ممكن نقول ان هو جوكر الاهلي الجديد خصوصا في الفتره الاخرانيه بالذات، فهل انت شايف ان نيدفيد يقدر يلعب او اي اهلي يقيده في شهر يناير؟ هو تأييد محلي ماشي مع منطقي تمام. لكن افريقيا هيفرق طبعا. فلا خلينا نتكلم في ان احنا نتكلم عن قيمه نيدفيد. نيدفيد قبل الاصابه كان من نجوم الاهلي وكان مقدم مستوى جميل، وكان تقريبا كل ماتش بجول تقريبا، يعني كان كله كان بيفرق مع الفريق، كان دايما عنده حل، فكان لقى نفسه خلاص في المركز ده في خط الوسط. جات الاصابه لغايه تقريبا داخل القرب يعني سنه الا شهرين او 3 شهور، فلا ده رقم. فعشان يرجع من الغياب ده كله هيحتاج وقت مش هنقول طويل، بس بيحتاج مثلا بتاع 10 ماتشات مثلا بدقائق معينه، واكيد فايلر فاهم ده، عشان يا دوب يبتدي يسترجع مستواه السابق وبعدين يسترجع مكانته. الموضوع ده بياخد وقت، ففكره ان انت هترمي عليه حمل او ضغط زياده وتقول ان هو هيقدم لي اضافه او انا مستنيه ينقذ لي خط الوسط او يعني ينفعني في الغيابات، فانت كده بتحط عليه ضغط مضاعف وهو لسه راجع من اصابه غايب فيها فتره طويله جدا. تمام. ومسافه ضخمه، فلا يعني لسه بدري على كريم ان هو طيب. في برضه عمر عبد الحكيم بيقول هل كهربا يقدر يعوض غياب رمضان؟ يعني كهربا لسه عقبال لما يبقى موجود في شهر يناير، اعتقد ان لسه هيبقى الموضوع بدري شويه عليه، خصوصا انه لازم يتعود على العامل البدني، خصوصا بقاله تقريبا فتره طويله ما بيلعبش، ما بيتدربش بشكل كويس. يمكن لما هو هيبقى موجود كهربا كمان ميزته ان هو يقدر يلعب في اي مركز، يعني جناح يمين جناح شمال حتى، او ممكن يلعب صانع لعب او مهاجم رقم 9 وهمي، فنقدر نقول ان كهربا هيكون سبب من الاسباب اللي تقدر تعوض غياب رمضان. يعني نتمنى طبعا ان رمضان ما يغيبش لفتره طويله، لكن هو تقريبا كان حسب التقارير غيابه من 4 ل6 اسابيع. في برضو عياد صلاح بيقول أسوأ ماتش للأهلي وفايلر بدأ يخترع، ووليد أزارو المفروض يبدأ بدل مروان محسن، وكمان حسام عاشور بدل أحمد الشيخ. هل أنت شايف أن كان من الأفضل أن وليد أزارو هو اللي يبدأ مكان مروان محسن؟ يعني أكيد في ناس كتير هتبقى مش بعد الأداء اللي مروان قدمه النهاردة شايفة أن وليد كان من الأفضل أنه يبدأ أو أزارو. عشان هي الفكرة أن هي بتبقى قناعات مدرب، طالما مثلا نزله في الوقت ده زي مثلا ياسر إبراهيم، هو جاهز تمام. وبعدين مصاب وبعدين جاهز ما بيلعبش، لا بتلاقي ايمن اشرف اللي هو كان اساسا باك شمال خلاص طوع في مركز قلب الدفاع، حتى وان كان مش قلب دفاع في الاساس وجنبه مدافع عادي. فهي الفكره في ان قناعه مدرب، فانت خلاص اذا كان ازارو ما بيلعبش الدقائق الكافيه دي وهو بيطالب او بيفكر في مهاجم اجنبي، فخلاص هو على وشك رحيل، فبيجهز نفسه ازاي هيعيش من غير ازارو. صح تمام. يعني هو انا كنت شفت فايلر قبل كده كان بيتكلم، حد ساله على ياسر ابراهيم وقال انا بلعب بالناس او بالاسماء اللي بتادي الادوار اللي انا طالبها، فبالتالي ممكن ياسر ابراهيم طالما انت ما بتلعبش بشكل اساسي او انت بتقول كل ماتش الناس مستنياك وعارفه ان انت الباك الاساسي اللي المفروض تكون انت اللي موجود وما بتشاركش، معنى كده ان هو على الاقل ما بيقدمش الخيارات الفنيه اللي فايلر محتاجها مثلا في ارض ملعب، سواء بناء لعب من الخلف زياده عدديه مثلا في كور معينه في التغطيه، في مليون حاجه، في مليون ممكن يكون. طبعا ياسر كان مدافع كويس وبدا كويس ولعب مع مدرب كويس، ممكن مع مدرب تاني ما يبقاش كويس، ممكن هي بتبقى كده، هي بتبقى قناعات مدرب. تمام. فهي هو شايف حسب القدرات. برده نفس الكلام على وليد ازارو، هو كان شايف، وعلى فكره هو لما اكتشف مثلا ان مروان يعني ما قدمش الدور هو سحبه على طول ونزل، يعني بدله وجاي ونزل وليد سليمان ونزل لعب بنفس الفكره. بس هي زي ما بنقول قناعات مدرب، يعني وليد سليمان مش سيء صح، لا اكيد طبعا عنده كم كبير من الخبرات وقدر ان هو على الاقل هو بديل بيقدر يحدث الفارق.
بالظبط. فهي قناعات في الاول وفي الاخر، مش فكره ان هو ده بيقول ان هو مدرب وحش او كويس. انت ممكن تكون بتحب لعيب بعينه، او عايز تشوف لعيب بعينه، او شايف ان اللعيب ده مفيد بعينه، بس هو بالنسبه له كمدرب، وهو طالما هو زي ما بنقول يعني في الكوره دايما، طالما انا بكسب ما تسالنيش. صح. يعني دي حصلت لبرشلونه حتى يعني، مش فهي الفكره في كده، طالما انا بكسب مش هتسالني. فهو بيكسب، وبالتالي هو حقه يختار، لانه لما هيخسر هيتسال. فهي دي الفكره. تمام. طب نكمل برضو نشوف تعليقات تانية. ممدوح عبد ابو هلال بيقول الاهلي ممتاز والاسماعيلي بدأ يرجع وفايلر ادى طعم تاني للدوري والاهلي وهيخلي كل المنافسات قوية جدا. في محمد الجندي بيقول برضو ايمن اشرف لا يصلح للعب في الاهلي. في حد برضو بلال محمد برضو بيقول ايمن مش هينفع مع الماتشات اللي جاية. يعني يمكن هو ايمن اشرف هو بيقدم الخدمات اللي فايلر دايما محتاجها في خطط. والمفروض بقى خلاص محمود متولي راجع، سعد سمير شارك النهارده برضو بعد فتره طويله من الغياب، رامي ربيعه يعني ان شاء الله باذن الله ما تكونش صابته قويه برضو لو موجود بشكل اساسي. انا اعتقد ان هيكون، مش هنقول ان ايمن اشرف هيعاني من الغياب ان هو بيقدر يلعب في مركز الظهير الايسر، لكنه على الاقل وجوده مضمون في النادي الاهلي بشكل اساسي، خصوصا ممكن يعوض معلول في بعض المباريات، ممكن نشوفه برضو زي ما هو في بقى مركز قلب الدفاع. في برضو حسني المنسي بيقول الاصابات في الاهلي بتطول جدا وربنا يستر، كل ماتش بنطلع باصابه جديده واحنا لسه في اول موسم. هل شايف ان الاصابات دي عليها عامل فني من المدرب عشان تلاحم بقى المواسم والمباريات؟ تقريبا اللي احنا هنا في مصر بنلعب ماتش كل 72 ساعه، هل ده فنيا ولا طبيا من في مشاكل في الاهلي في الوقت في الحته دي؟ هي بتبقى الاثنين يعني، بعيد عن فنيا، هي مش خطه لعب، او في خطط لعب ما كده بتتطلب لعيبه معينه، فبالتالي لو انت مش مناسب فبتتصاب. لكن هي زي ما نقول تجهيز، والتانيه بتبقى حمل بدني. اللاعب ده مش قادر يستحمل مثلا يلعب 5 أو 6 ماتشات ورا بعض في مسافه 3 اسابيع مثلا. في لاعب تاني تلاقيه لعب 10 ماتشات في مسافه 4 اسابيع عادي. تمام. فهي بتبقى قدرات لاعبين. في نفس الوقت احنا الاحمال البدنيه او اللعيبه يعني، بص هو بيبقى وعي برده من اللاعب نفسه. فكره ان انت تبقى تعبان وتاخد مثلا مسكن، او تعبان وتدوس على نفسك وتلعب، الناس هتقول رجوله وهتسقف، بس ده منطقيا مش صح. تمام. ان انت لو تعبان المفروض خلاص يا تركن يا تعرف الجهاز الطبي من بدري. وطبعا ده مش تعمل اي حد، بس ده في المطلق يعني. التانية فكرة ان تلاحم المواسم ده، احنا بقالنا سنين في الكلام ده يعني، بقالنا سنين بنقول نفس الكلام، واصابات اللي بتحصل لكل اللعيبة دي بتحصل لها هي برضو بنفس الطريقة بنفس التتابع. فهو خلاص تتابع يعني، تلاحم المواسم ده وتتابع المباريات والضغط بتاع الجدول وكل حاجة بقى شيء عادي عندنا في الدوري، مش حاجة مش منطقية او حاجة جديدة علينا. الفكرة الرئيسية في ان زي ما بنقول ان هي بتبقى وعي عند اللعيبة، ومفروض ان الاحمال البدنية، انا شايف انها بتبقى حالات برضو، اصل الاصابات الشد دي بتبقى حالات مش ما حدش عارف يتحكم فيها. تمام. هي برضو اجهاد ويوي. فبرضو اللي حاكم ان زي ما بنقول في اصابات يعني، مثلا انت عندك متولي مصاب من ماتش السوبر، صح؟ تمام. طيب وهو ياسر ابراهيم ما بيلعبش. تمام. فمين الموجودين؟ سعد ورامي وايمن. تمام. وده ماتش مهم الاسماعيلي بالنسبه له كبير، مهما كانت حاله الاسماعيلي فهو فريق كبير. مظبوط. فما ينفعش انا كمدرب هفكر في ان انا العب باللعيبه اللي انا بعتمد عليها بشكل اساسي، مش هحط لعيب كان مصاب، طبعا مع كامل الاحترام لسعد وقيمته، لكن هي مش هحط لعيب كان مصاب وكان غايب اول ما يرجع العب ماتش اسماعيلي. تمام. دي الفكره الرئيسيه. فمنطق ان هو يكمل باللعيبه، واول ما اتصاب نزل سعد. ممكن الماتش ممكن لما رامي يرجع رامي يفضل قاعد على الدكه وسعد يكمل. هي بتبقى كده يعني. تمام. في برضو ناس بتسال، عبد الله بيقول الاسماعيلي اللي عرف يلعب الاهلي بس هي الخبره اللي حسمت. في برضو احمد زكي بيقول حسام عاشور خيار ثالث في خط النص. في برضو ليه ما بيلعبش صالح؟ ادهم سعد بيسال بيقول ليه ما بيلعبش صالح وياسر في الكاس؟ المفروض يديهم فرصه يا صالح حتى وهو دكة احسن لاعب في مصر. هل انت شايف ان صالح جمعة خصوصا مع ان هو تقريبا اغلب مش تقريبا، هو اغلب 90% او 95% من المباريات خارج افكار فايلر تماما، حتى مش بيبقى موجود على دكة البدلاء ودايما بيستبعده. هل شايف ان صالح جمعة خلاص مع الاهلي مش ملوش مكان في الوقت الحالي؟ يعني انا شايف ان خلاص يعني، هو الموضوع فاهم كان المفروض من بدري، بس هو لازم ياخد زي ما بنقول كده خلاص بقى، عارف المخاطره ان انا اطلع من الكومفورت زون او المنطقه اللي انا مرتاح فيها دلوقتي دي. تمام. واروح مكان تاني. بس خلينا طيب انا اسالك، انت شايف ايه القرار مع صالح؟ يعني هقول حاجه، انت شايف ايه القرار مع صالح
او صالح ازاي يعني احنا بنقول فايلر صح؟ نفس السؤال ده اتسال برضو مع مدرب سبقه ونفس السؤال ده اتسال. شايف ايه بقى المشكله الحقيقيه مع صالح؟ لا هي العقليه في الاول في الاخر وعدم والالتزام. انت لعيب انت عارف ان انت محترف في وقف مكان معين، فانت بالتالي خلاص انت كل مره يعني مش الموضوع بيتكرر، النهارده المره الجايه مع نفس مع مدرب سين مع مدرب صاد مع مدرب عين، فانت المفروض ان انت خلاص يعني انا لو مثلا دافعت عنك اول مره تاني مره مش هيبقى ليا وش ان انا ادافع عنك تالت مره، اما ان انت كل مره بتخذلني. فانت جماهير الاهلي دايما بتدافع عنك ودايما بتقف في ظهرك لغايه حتى النهارده الناس لسه اللي هو يعني احنا في اللايف اهوت والناس بتسال على صالح ليه مش موجود او ليه ما بيلعبش. معنى كده ان الناس بتحب صالح ومقدره المجهود اللي بيقدمه وبيبذله في الوقت اللي هو اللي بيبقى موجود فيه، حتى لو مش بيأدي والارقام ما بتبقاش قويه او تدعمه حتى، لكن الناس دايما بتسال عنه. فهو انا في رايي انت اللي بتهدم كل مره الفرص بايدك، انت اللي بتضيعها. فبالتالي انت مثلا مع مدير فني زي فايلر هو متطلب جدا، عايز كل لعيب بيلعب في التمرين زيه اكنه بيلعب في المباراه بشكل كامل، بيطلع كل مجهوده. فبالتالي لا خلاص هو بالنسبه له مثلا واحد زي قفشه لو بيلعب، هنفترض لا قدر الله لو بكره الصبح قفشه اتصاب، الاهلي هيبقى في مأزق حقيقي. يعني انت بتتكلم بقى ان خلاص هيبقى دي فرصه صالح جمعه وهيبقى هو جاي بعد غياب طويل، هل هيأدي بنفس الاداء اللي انت تبقى متخيله؟ المدرب مش شايفك. يبقى ما اعتقد ان فايلر هيغير اي اخطاء، يعني هيبقى عنده اي خيار فني تاني ممكن يلعب بيه، ممكن ايه لاعب وليد سليمان تمام. يعني صح زي ما انت بتقول، يعني النهارده احنا مثلا السوليه مغايب اه لعب مكانه ديانج، طب ما ممكن كنا مثلا نشوف ديانج مثلا وصالح وقدامهم قفشه، او قفشه في خط النص جنبه وقدامهم صالح، او صالح تحت مواجه او يعني رقم 10، لكن احنا ما شفناش ده. يعني حتى هو وهو في الاهلي عنده مشكله في خط النص، هو مش الراجل ما اعتمدش عليه. فده تقريبا يعني في رايي ان هو يعني كل الطرق بتادي ان احنا ممكن نشوف صالح جمعه خلاص يعني خارج الاهلي، الا بقى لو هو اللاعب مع المدير الفني والاداره ليهم راي تاني، وطبعا نتمنى ليه التوفيق في الاول وفي الاخر. يمكن بص يعني في حتى في ناس بتقول صالح لما اعتزل كل الناس هتفتكر له ليه بتاع 10 ماتشات بس، مع انه احرف لعيب يلعب بكلتا قدميه ضاع عبد الله. في برضو ايمان محجوب بتقول صالح جمعه حرام يرجع الاهلي اصلا، ازاي نادي القيم مبادئ يرجع لاعب زيه. في برضو اكتر من يعني اسماء كتير بتتكلم عن الاصابات خصوصا اللي الاهلي بيعاني منها في الفتره الحاليه. انا كنت سعيد ان انا كنت معاك النهارده يا اسلام، ويعني النهارده الاهلي فاز على الاسماعيلي بهدف نظيف بيكمل سلسله انتصاراته في الدوري للمباراه السابعه على التوالي، هدف لوليد سليمان رفع رصيده الى 5 اهداف في ترتيب هدافي الدوري المصري بينافس مع عبد الله السعيد، وهو خلاص كمان تصدر ترتيب هداف النادي الاهلي في الدوري. شكرا ليك يا اسلام. شكرا شكرا ليكم، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في لايفات جديد من في الجول. شكرا.